مع نهاية هذا اليوم 23 من حزيران سيغلق باب الدخول في إجازة العيد من الجانب السوري إلى الجانب التركي. طبعا بلغ عدد الأخوة الذين دخلوا حتى اليوم حوالي 80,000 مسافر. طبعا انتهى اليوم الدخول، غدا لا يوجد دخول، وسوف نرتقب بعد أيام قليلة العودة إلى الجانب التركي. طبعا تبدأ العودة في تاريخ 3 من شهر تموز وتستمر حتى 30 من شهر أيلول.